مثلت عن جزء كبير جدا من صحتي، جزء يعني احنا سمعنا مليون جنيه، يعني انا مش عايز اتكلم عن الرقم بالظبط بس يعني رقم كبير، رقم كبير، رقم كبير. تنزلت عليه وعمر نفس الكلام، نزلت على المؤخره كلها يعني عشان تسهل الصفقه انها تتم. يمكن يا مروان لما بتبقى رغبه اللاعب الانتقال لنادي هو عايزه ورغبته بتبقى هي الاساس وبتسهل الدنيا، خاصه لو النادي اللي انت موجود فيه وبتلعب فيه حس بالرغبه دي، وبالتالي الموضوع ده سرع الدنيا. طبعا انا بقول لحضرتك كابتن هيثم، من انت عارف طبعا كابتن اشرف توفيق هو اللي كان ماسكنا من حوالي 3 سنين، رحت افريقيا معاه. فبعد انتقاله يعني النادي الاهلي هو كان بيحاول يعني يتكلم معايا كذا مره بس اداره النادي ما وافقتش سموحه، فبقول لحضرتك دي كانت ثالث سنه على التوالي، فانا كان حلم بالنسبه لي يعني وشرف طبعا ان انا اجي النادي الاهلي، فحسيت بارتياح طبعا زي ما انت قلت، ان انا حسيت ان جزء كده من اللي انا كنت عايزه اتحقق. تعرف يا مروان انا بتفرج عليك في الملعب، انا جيت حضرت التمارين ليكوا كتير وانت في الملعب، انا بحس انت بتلعب مستمتع طبعا، يعني انا طبعًا. يعني انا بحس باللعيب، في فرق بين اللعيب نازل بتنشن وبتاع، لا انت مستمتع ونازل حماسي، اللي يشوفك يقول ده انت ابن نادي الاهلي. طبعا طبعا، بس انت لازم تحب، يعني انت لازم تستمتع باللي انت بتعمله. احنا برضو الحمد لله ان احنا شغلنا هو اللعب رياضه، فدي طبعا حاجه من نعمه طبعا، مش اي حد يقدر يعمل كده، فدي فانت لازم تستغلها وتستمتع وانت بتعملها، لان دي حاجه نعمه زي ما انت بتقول. انت من اولاد نادي سموحه؟ يعني ناشئين وكده؟ من وانا عندي 6 سنين.